واحد بيقول موضوع الفداء، نحن نؤمن أن السيد المسيح تألم وحده. السيد المسيح يقول عن الروح القدس يأخذ منا لي ويعطيكم ويخبركم. هاي فهل بعد أن وفر الرب ديون العدل الإلهي وحده الروح القدس ألا يمكن أن ينقل لنا ولو لمحة عن الألم داخلنا؟ يأخذ مما لي ويخبركم، يعني إيه؟ يأخذ من استحقاقات الفداء التي لي ويخبركم أن خطاياكم قد غفرت. لا نأخذ من الله لاهوتا إطلاقا، ولا نأخذ عمله الذي انفرد به وحده، زي ما يقولوا على الآية بتاعت المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم، أعطيتهم مجد في الكرازة ومجد في الرئاسة ومجد في المعجزات ومجد في حاجات كتير، لكن مجد الألوهية لا يمكن، مجدي لا أعطيه لآخر. فالروح القدس يأخذ من استحقاقات الرب يسوع المسيح ويعطينا في الأسرار المقدسة ويخبرنا أن خطايانا قد